أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله إليكم من ربكم.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قدير
صدق الله.